أهمية هذه الندوة في هذا اليوم الجمعة 16 فبراير 2018 أهميتها في ثلاث مستويات. المستوى الأول أهمية الموضوع، نزاعات الضمان الاجتماعي بين القضاء العادي والقضاء الإداري، موضوع غير مبحوث بالشكل الواجب من الناحية العلمية، ولذلك بالنسبة لنا فهو مهم. الأهمية الثانية تأتي من قيمة المشاركين بعروضهم في هذه الندوة، هم قضاة وهم محامون وهم مدراء ورؤساء أقسام الضمان الاجتماعي. أهمية هؤلاء الممارسين هي الأهمية الثانية لهذه الندوة. الأهمية الثالثة والتي انتظرناها طويلا هي عقد شراكة واتفاقية بيننا نحن كمكتب جهوي للوداد الحسنية للقضاة بمكناس وجمعية المحامين الشباب بمكناس التابعة لهيئة مكناس وهيئة نقيب هيئة المحامين بمكناس. إذن ثلاث أهميات في نظرنا لهذه الندوة في نيتنا إن شاء الله في المستقبل توسيع دائرة المشاركين والمستفيدين من هذه الشراكات مع تكثيرها وتعددها. في نيتنا إن شاء الله أن تكون هذه الشراكة فاتحة عهد جديد بين هيئة القضاة من جهة وهيئة الدفاع من جهة أخرى. سنبرز لهم إن شاء الله وللجهاز القضائي ككل بشقيه القضاء والمحاماة أهمية مثل هذه اللقاءات التي سنعمل بكل جهدنا على أن تتكرر مرات ومرات ومرات، لأنه في ذلك في نظرنا سبيل مهم لتوطيد الأخوة بين القضاء والدفاع. وشكرا.